تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية، أسدى السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أمس خلال اجتماع لمجلس الوزراء جملة من الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية بخصوص متابعة إنجاز محطات تحلية مياه البحر. شدد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة مضاعفة الوتيرة لإنهاء إنجاز محطات التحلية. أمر السيد الرئيس بضرورة استغلال هذه المشاريع الكبرى قيد الإنجاز لدمج الكفاءات الجزائرية خاصة الشبانية منها، تشجيع المصنعين المحليين للتجهيزات والعتاد والأجزاء الميكانيكية وقطع الغيار المكونة لمحطات تحلية مياه البحر. وجه سيد الرئيس الحكومة باستحداث مؤسسة كبرى تتولى الإشراف وتسيير كل هذه المحطات المنجزة على طول سواحلها. أما بخصوص المخطط الوطني للبذور الزيتية، شدد السيد الرئيس على أن النمو في قطاع الفلاحة مسألة سيادة وكرامة وطنية، وعليه وجه وزير الفلاحة بفسح المجال أمام الجيل الجديد من المهندسين الفلاحيين عن طريق المؤسسات الصغيرة والناشئة. وضع استراتيجية وطنية على المدى القريب جدا لبدء تحقيق الاكتفاء الذاتي في ثلاثة محاصيل استراتيجية هي الذرة والشعير والقمح الصلب. توجيه المطاحن المتوقفة إلى النشاط في مجال تغذية الأنعام. ضرورة الدخول في مرحلة تطوير المنتوجات الفلاحية من خلال المزارع النموذجية التي أعيدت هيكلتها على نحو يجعلها أكثر مردودية على أن يكون زيت شجرة الأرغان أول منتوج ينبغي إيلاء كل العناية لتطوير إنتاجه، لما تتوفر عليه الجزائر من مؤهلات كبرى لذلك. أمر السيد الرئيس بتنظيم لقاءات في مجال الفلاحة لفائدة الشباب وتحسيسهم بالمرافقة الدائمة للدولة لمشاريعهم. وعن موسم الحصاد والدرس، أمر السيد رئيس الجمهورية بإلزام المستفيدين من مساعدات الدولة ودعمها بضرورة تحقيق أهداف محددة من المحاصيل بعد دراسات دقيقة وإحصاء تام يسمحان بتقييم جهود الفلاحين والوقوف على النقائص. شدد السيد الرئيس على مراقبة ومتابعة حملات الحصاد بفرض احترام مواعيدها حتى لا يتعرض المحصول للتلف. بخصوص تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتدعيم التزويد بالماء الصالح للشرب، شدد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة العمل وفق نظرة استباقية بالنسبة لكل المناطق التي تعاني شحا في الموارد المائية، والعمل بالموازاة مع ذلك على ربط السدود وطنيا. أمر السيد الرئيس بمنح تراخيص لحفر الآبار في المناطق التي تعيش نقصا في الموارد المائية. فيما يتعلق بتوسعه ميناء جنجن وميناء عنابة، أمر السيد رئيس الجمهورية وزير الأشغال العمومية بالتنسيق مع الوزير الأول باستحداث شركة جزائرية للأشغال البحرية الكبرى متخصصة في تهيئة الموانئ مع توسعه ميناء جنجن بجيجل للعب دور محوري في المتوسط وتسريع توسعه ميناء عنابة وربطه بخط السكك الحديد لنقل وتسويق الفوسفات المدمج انطلاقا من بلاد الحدبة وصولا إلى عنبة. أمر السيد رئيس الجمهورية بالتحضير لمخطط وطني لتوسيع عدد الموانئ بما يحسن نشاطها. بخصوص ظروف استقبال الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، وجه سيد الرئيس الحكومة باتخاذ كل التدابير لإقرار مزيد من التسهيلات لفائدة أبناء جاليتنا، لا سيما ونحن في موسم الاصطياف. على إثر وفاة المجاهدة القديرة البروفيسور مليكة العجالي، يتقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخالص تعازيه وأصدق مواساته إلى عائلة الفقيدة وكل من عرفها، راجيا من المولى عز وجل أن يشملها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها جميل الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون.
تحسبا للانتخابات المقبلة، لا تزال أجل عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية سارية إلى غاية منتصف ليلة الخميس 18 جويليا الجاري، حيث بلغ عدد الراغبين في الترشح إلى حد الساعة 35 من الأحرار والأحزاب السياسية. ضمن المشاريع التنموية الكبرى والتي من شأنها إدماج الكفاءات الشابة والمصنعين المحليين، محطة تحلية مياه البحر ببلدية المرسى، محطة تضمن التموين المتواصل بالماء الشروب لساكنة الجهة الشرقية للعاصمة حتى خلال عمليات الصيانة. المزيد مع إكرام قاضي. محطة تحلية مياه البحر المرسى والتي أنجزت في ظرف 11 شهراً توفر قرابة 60 ألف متر مكعب من الماء الشروب يومياً لسكان شرق العاصمة. المحطة بها أكثر من 15 مهندساً في شتى التخصصات ضماناً لعمل أجزاء المحطة وتجهيزاتها فائقة الدقة والتي تتطلب صيانة دورية. محطة تحلية مياه البحر المرسى شرق العاصمة، وهي تدخل ضمن البرنامج الاستعجالي التي أقرته السلطات العليا للبلاد مياه 2021. هذه المحطة توفر المياه لأكثر من 500 أو نصف مليون مواطن، يعني 600 ألف مواطن يوميا بتقنية التناضح العكسي. جهزت هذه المحطة بأحدث التكنولوجيات وهي أوتوماتيكية بالكامل. من قاعة المراقبة يتابع المهندسون عمل كل أجهزة المحطة، وفي حال ظهور أي مؤشر أو خلل في الإنتاج فريق الصيانة يتكفل بالعمل المطلوب. هذا النظام يحتوي على نظام تنبيهات الذي من خلاله نعرف بوجود خلل أو أعطال، التي من خلالها نقوم بإبلاغ مهندسينا للتدخل السريع ومتابعة هذه الأعطال. عندما يأتينا تقرير من سكادا عن وجود خلل في جهاز ما، نقوم بالذهاب إلى الموقع الجهاز وتحديد نوعية الخلل ووضعه في جدول الصيانة، ونقوم بهذه العملية يوميا 24 ساعة على 24 ساعة. محطات تحلية مياه البحر على مستوى شريطنا الساحلي برؤية استراتيجية لمجابهة تحديات تحقيق الأمن المائي، وترافقها أيضا خبرة جزائرية في الصيانة تضمن تزويد المواطن بالماء الشروب. وقصد تحسين ظروف استقبال أفراد جالياتنا بالخارج، عرفت المحطة البحرية للمسافرين بميناء الغزوات بتلمسان عرفت إعادة تهيئة وتجهيزا بكل الوسائل الضرورية، وكذا تسهيلات في إجراءات العبور. أمين مسعودي. توافد كبير لأفراد جاليتنا بالخارج تشهده المحطة البحرية للمسافرين بميناء الغزوات بتلمسان. تنظيم محكم مع تسهيل لكافة الإجراءات من طرف مصالح الجمارك وشرطة الحدود. والله الحمد لله كانوا في المستوى، ونتمنى إن شاء الله الازدهار للبلاد. والله صافا، أنا ديجا ما نفهمش بزاف الكواغات، هم يسقدوني، هم يديروا لي كل شيء، لا بيريتي ما شاء الله. اتخذت مصالحنا على مستوى المحطة البحرية للمسافرين التابعة لمفتشة أقسام الجمارك بالغزوات جملة من التسهيلات لفائدة المسافرين بهدف تقليص مدة المعالجة الجمركية، على غرار تدعيم أعوان مفتشي الفحص، إضافة إلى تدعيم أعوان مصلحة سندات العبور. وقصد تحسين ظروف استقبال أفراد جاليتنا بالخارج، المحطة البحرية للمسافرين توضع حيز الخدمة بعد إعادة تهيئتها. تنفيذ تعليمات سيد رئيس الجمهورية المتعلقة بحسن استقبال الجالية الجزائرية بالخارج، قمنا اليوم بتدشين المحطة الجديدة للغزوات بعد إعادة ترميمها وفق المقاييس الدولية، وذلك لحسن يعني استقبال المواطنين. كان الاستقبال مميزا، وبالراية الوطنية هي فرحة أفراد جاليتنا بالخارج وهم يطؤون أرض الوطن لقضاء عطلتهم الصيفية.
إحياء لليوم الوطني للطفولة، أكدت أمس وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو من ولاية بومرداس خلال زيارتها أبناء الجالية الوطنية بالخارج، أكدت ضرورة التواصل مع أبناء الجالية وتعزيز الروابط مع بلدهم الأم. كان فيه طبعا إحياء اليوم الوطني للطفولة الموافق ل 15 جويلية من كل سنة، وكان فيه تذكير بمجهودات الدولة في حماية وترقية حقوق الطفل، ومن بينهم أبناء جاليتنا الوطنية الذين طبعا نرحب بهم في بلدهم الأم، وهذا طبعا تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية ومبادرته فيما يخص التركيز على مد أواصر جسور التواصل ما بين الجالية الوطنية وما بين البلد الأم. تتواصل فعاليات الطبعة 12 للجامعة الصيفية لإطارة جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية. اللقاء فرصة لتجديد التضامن مع الشعب الصحراوي في نضاله من أجل الاستقلال الكامل على أراضيه والدفاع عن حقه المشروع في تقرير مصيره. كما تضمن اللقاء ندوات ومحاضرات نظمها أكاديميون تناولت مواضيع حول الأوضاع الدولية والإقليمية ووقعها على القضية الصحراوية. وتزامن اليوم الثالث من الطبعة بالاحتفال بيوم عاشوراء، حيث تخلل برنامج الأشغال محاضرات لجامعيين ومفكرين في الشؤون الدينية للتركيز على دور العقيدة الإسلامية في شحن الطاقات النضالية للشعب الصحراوي لمواصلة كفاحه المستمر لنصرة قضيته العادلة. في تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ارتقى فجر اليوم 4 شهداء في قصف على منزل ببلدة عبسال الكبيرة شرقي خان يونس، كما تم انتشال جثث 3 شهداء بمنطقة المشروع شرقي مدينة رفح. وفي المحافظة الوسطى أحصت مصادر طبية ارتقاء 26 شهيدا بينهم 11 قضوا في قصف طال منزلا بشارع الزهور في مخيم النصيرات، بينما استشهد 4 مواطنين جراء استهداف شقة سكنية بمخيم المغازي. هذا واستشهد 3 فلسطينيين في قصف استهدف حي الشجاعية، فيما ارتقى آخر بحي الرمال واستشهد 2 بمخيم جباليا شمالي المدينة. وفي خطوة تنم عن بربرية لا متناهية، اعترف الاحتلال أمس باحتجازه جثامين نحو 1500 شهيد في وقت ارتقى شاب فلسطيني شهيدا برصاص جنود صهاينة عند اقتحامهم بلدة البيرة برام الله شمالي الضفة الغربية. نبقى دائما في فلسطين المحتلة، وعلى مدار أكثر من 10 أيام متواصلة أجرى الطاقم الطبي الجزائري سلسلة من العمليات الجراحية لمصابين فلسطينيين شمال قطاع غزة، تمكنوا خلالها من إنقاذ مئات الجرحى الذين طالتهم شظايا صواريخ وقنابل الاحتلال الصهيوني التي تنهال عليهم ليلا ونهارا. مراسل التلفزيون الجزائري من غزة وسام أبو زيد. على مدار أكثر من 10 أيام على التوالي أجرى الطاقم الطبي الجزائري سلسلة عمليات للجرحى الفلسطينيين شمال قطاع غزة، تمكنوا من خلالها من إنقاذ مئات المصابين الذين تطالهم شظايا وصواريخ الاحتلال الإسرائيلي والتي تنهال عليهم ليل نهار مستهدفا المدنيين والآمنين. اليوم 11 على التوالي، يعني ليس هناك كبير جديد. الوضع لا يزال صعب سواء في الطوارئ أو في غرف العمليات استقبال المصابين. اليوم فجرا كان هناك قصف في حي الشيخ رضوان وتم استقبال عدد كبير من المصابين وحتى من استشهد، يعني من الأطفال. فوجود الطاقم الطبي الجزائري لمداواة الجرحى والمرضى بمستشفيات غزة ساهم في دعم صمود الطواقم الطبية الفلسطينية التي تعمل في ظل ظروف فاقت قدراتهم أو قدرة المستشفيات التي خرجت معظمها عن الخدمة وتفتقر لأدنى مقومات العلاج، وتمتلئ الأسرة في أقسامها بمرضى وجرحى يحتاجون إلى عمليات طارئة. يتم التكفل بالحالات أول بأول في ظروف صعبة، طبعا نقص الكهرباء، درجة حرارة عالية في
في غرف العمليات نقص في العتاد وفريق طبي مساعد منهك. نحاول رفع التحديات لكن بكل صراحة الوضع مأساوي إلى أبعد الحدود. عدوان شمال القطاع لم يكن أقل حدة وسط غزة، والذي شن عليه جيش الاحتلال سلسلة غارات أخرى أسفرت عن استشهاد أكثر من 80 فلسطينيا وإصابة 216 آخرين جلهم من الأطفال والنساء، بعد أن استهدف منازل وشقق سكنية ومدارس تأوي نازحين. خبطوا العمارة اللي جنبها وطلعوا ماتوا منها ناس كثير وطلعوا الناس. نزلت تحت اروح اقول يا امي، مجرد ما نزلت الدار وصرت اشوف امي الصاروخ نزل 16 صاروخين على الدار. وما يزيد الامر تعقيدا هنا في القطاع هو خروج الكثير من المستشفيات الفلسطينية عن الخدمة بفعل حصار الاحتلال الإسرائيلي للقطاع ومنعه دخول الأدوية والمستلزمات الطبية التي يمكنها أن تشفي الكثير من المرضى والجرحى الفلسطينيين. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. بهذا نصل وإياكم إلى ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.